مشاهدين، أهلا بكم إلى استوديو بيروت. في ظل التطورات المدنية المتسارعة التي تشهدها مدينة حلب، يطرح السؤال حول المتغيرات المتوقعة في المشهد السوري وحول مستقبل الحل السياسي بعد أن عاد الحسم العسكري إلى واجهة الرهانات. إذن المشهد السوري سياسيا وعسكريا وانعكاساته الإقليمية والدولية هو محور هذه الحلقة التي نستضيف فيها رئيس تحرير مجلة مرايا الدولية فادي بودية. أستاذ فادي أهلا بكم. أهلا بكم. بالطبع يعني الحدث الأبرز هو حلب، هناك اهتمام كبير على كافة المستويات بما يجري في حلب حاليا. إلى أي مدى سيؤثر على المستوى الميداني يعني نظرا لهذا الاهتمام الدولي الداخلي والإقليمي؟ طبعا بالبداية بدي أشكر استضافتك أستاذ عمر ومشاهدينك، أرحب بهم. قبل أن نبدأ بموضوع حلب ما هي ارتداداتها، لابد في البداية أن نفهم أين هي أهمية حلب، وبالتالي عندما نفهم أهمية حلب في هذا الصراع نستطيع أن نفهم هذه الارتدادات. حلب حصرت منذ 4 سنوات و5 أشهر تقريبا، تم إطباق الحصار عليها وقسمها بين شرقية وغربية. حلب أريد لها أن تكون العاصمة الثانية للجمهورية العربية السورية، يلوحون بها بوجه عاصمة دمشق التي يقودها الرئيس الأسد. حلب أرادوا من خلالها أن يكسروا هيبة الدولة السورية من خلال تجزئتها وتقسيمها، ولعل مشروع التقسيم الذي تحدثت عنه أمريكا في البداية كان ينطلق من حلب. أيضا أرادوا لحلب أن تكون موئلا للتكفيريين والإرهابيين ومنطقة مفتوحة للإمداد فيما بعد إلى مناطق أخرى، وهذا ما يفسر هذا الصراع الكبير وهذا الحشد الكبير الموجود من الإرهابيين التكفيريين في حلب. بعد حلب هي امتداد مشروع أردوغان العثماني التوسعي بإقامة ما يسمى بالمنطقة الآمنة، وبالتالي هذا الحلم التوسعي الذي كان يحلم به أردوغان كانت منشأه الأساسي أو امتداده الأساسي هي حلب. وبالتالي تعرضت حلب خلال هذه السنوات الأربعة والخمسة أشهر، تعرضت إلى سرقات ونهب للآثار والمعامل ونقلها إلى تركيا، بالإضافة إلى سرقة الغاز السوري النفط السوري إلى تركيا والذي كشفته روسيا. أمام هذا المشهد الكبير، سقوط حلب أو استعادة حلب، حتى لا نقول سقوط حلب، استعادة حلب يعني سقوط كل هذه الأهداف التي وضعوها لحلب. أولا أثبتت سوريا وحلفاؤها في حلب أنهم يملكون القوة والعزم والتصميم على الانتصار. لذلك نرى أن الإعلام الغربي وعلى رأسه الإسرائيلي والأمريكي كيف جعل من سقوط حلب انتهاء لكل المشروع الأمريكي. وسائل الإعلام الإسرائيلية عبر قناة الثانية والعاشرة اعتبروا أن سقوط حلب يعني انتهاء المشروع واستراتيجية أمريكا في المنطقة. ثانيا، انتصار حلب جاء بسياسة تكتيكية محترفة دقيقة جدا، تقوم على خطين لا يتعارض أي منهما مع الآخر. الخط الأول هو عسكري من خلال الحسم العسكري، والخط الثاني هو خط المصالحات والذي قادته روسيا في مركزها بحميميم، وكانت تسجل عمليات المصالحة والانسحابات وغيره، وما نشهده اليوم هو أيضا خير دليل على ذلك. وهذا يؤكد أن سوريا وحلفاؤها حريصون على حقوق الإنسان، تلك الذريعة التي كانت تتزرع بها دائما أمريكا كلما خسرت جولة أو كلما خسرت مرحلة من الحرب. أيضا الانتصار في حلب يغير طبيعة المواجهة العسكرية، يعني طبيعة حلب كانت سياسة المواجهة مفتوحة عسكريا على مساحات شاسعة، الآن بعد حلب المواجهات ستصبح مواجهات محصورة في مناطق 3 أو 4 مناطق ليست بأهمية حلب استراتيجيا وعسكريا وسياسيا. ولكن يعني على المستوى العسكري هنا، يعني ولو قطعتك، المقاتلون حاليا من حلب يتم نقلهم إلى مناطق أخرى، يعني إلى إدلب، ويعني تصوير حلب على أنها المعركة الأخيرة، لدينا هناك ريف إدلب، ريف اللاذقية، أرياف في حمص وفي دمشق أيضا لا تزال. حلب، من يقول عن حلب أنها هي نهاية المعارك السورية هذا كلام غير موضوعي. حلب هي بداية نهاية
المعارك السورية؟ نعم، لكنها ليست نهاية المعارك السورية. أهمية حلب أن استعادة حلب هي تؤسس لاستعادة المناطق الأخرى، وبالتالي هناك كسر لمشروع في حلب، يعني ليس فقط من الموضوع العسكري، أنت تكسر مشروع في حلب، مشروع إخواني إخوان المسلمين الذي كان يحلم به أردوغان، مشروع التقسيم الذي حلمت به أمريكا، مشروع الدول الخليجية في 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 حلب، مشروع إسرائيل في حلب، كل هذا المشروع تم إسقاطه في حلب. هذا لا يعني أن الحرب في سوريا انتهت، بالعكس الحرب ما زالت في سوريا تحتاج إلى وقت طويل، نعم، لكن أصبحت أقل وطأة وأقل ضجيجا مما كانت عليه في حلب، لأن الدولة الآن أصبحت مطبقة على حدودها بشكل أو بآخر، واستعادت الدولة ثقة شعبها بها وجيشها وحلفائها عندما استعادت حلب تماما. يعني هذه المعركة معركة كبيرة، مدينة كبيرة، أولا مدينة اقتصادية مهمة جدا فيها عدد سكان كبير، وكان يستخدم هذه المدينة موئل للإرهابيين والتكفيريين، يعني صوروا حلب أنه هي مدينة إرهابية تكفيرية، هكذا كان يراد لها. وفي يوم من الأيام كان يراد لحلب أن تكون عاصمة ثانية بوجه دمشق. أنت عندما تستعيد حلب إذن أنت تستعيد تسقط هذا المشروع للطرف الآخر، لا يعني أنك تنهي الحرب. المباحة أخذوا تدمر، صحيح المباحة أخذوا تدمر، يعني الحرب ما زالت كر وفر بين النظام وحلفائه وبين الإرهابيين، لكن استعادة حلب أسس إلى منطق آخر من طبيعة الصراع. يعني هل يمكن كما قلتم يعني هو ضبط الحدود من خلال هذه المعركة، الحدود التركية السورية، هل هذا يعني أننا سنشهد تراجعا في الدور التركي في سوريا بعد حلب؟ شوف، استعادة حلب يدق المسمار الأخير في نعش حلم أردوغان التوسع العثماني، لأنه ليس عنده إلا حلب، يعني ما بيحلم بدمشق، هو يحلم بحلب، هو سرق نفطها، هو سرق معاملها، هو سرق آثارها، هو كل هذه الأمور موثقة لدى الدولة السورية، وأعتقد أنها ستقوم بمقاضاته في يوم من الأيام إن وجد من يحاكم. لكن سقوط حلب يعني انتهاء هذا الحلم الذي كان يطمح به أردوغان في حلب، إدخال الإخوان المسلمين وفرض معادلتهم في السياسة السورية. أردوغان منذ بداية الأزمة كان يريد من الرئيس الأسد أن يسمح تشكيل أحزاب سياسية إسلامية في سوريا، وقد نقل هذه الرسالة مع سماحة المفتي أحمد بدر الدين حسون، نقلها إلى الرئيس الأسد وقال له أن يقول للرئيس الأسد نحن نريد أن يسمح في سوريا بتشكيل أحزاب إسلامية. كان جواب الرئيس الأسد في سوريا غير مسموح تشكيل أحزاب إسلامية. ماذا نعني بالإسلامية؟ إخوان المسلمين، كان يريد إدخالهم إلى سوريا عبر أحزاب وتشكيلات وبعدها يتمددون بالسلطة وإلى ما هنالك حتى يصبحوا امتدادا جغرافيا وبشريا ولوجستيا إلى مشروعه الإخواني في تركيا الذي يحكمه، وبالتالي حلب أسقطت هذا المشروع. ولكن تركيا يعني تبقى لاعبا أساسيا في المنطقة بالرغم من كل ذلك، وبالتالي فإنها يعني على المستوى السياسي ستبقى تؤثر في الأزمة في سوريا. لا شك أن تركيا هي يعني متاخمة على الحدود، وهي بالتالي ضبط حدودها يعني ضبط الحرب في سوريا، فك القيود وتفلت الحدود عندها يعني أيضا ما زال هناك تسريب إرهابيين إلى سوريا. ثانيا، الموقف التركي هو موقف مهم جدا بالنسبة للحرب في سوريا، لأنها تجمع مع طرفين متناقضين. أولا هي ضمن الحلف الأطلسي، يعني هي حليفة الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا تربطها علاقات اقتصادية وسياسية مهمة مع روسيا الطرف الآخر الذي يتصارع في سوريا، وهي أيضا علاقة مهمة مع إيران. يعني شوف تركيا كم تربط دولة، وبالتالي إذا استطاعت تركيا أن تغير موقفها، أو استطاعت هذه الدول أن تأخذها إلى موقفها أو الطرف الآخر، إن تستطيع تركيا أن تؤثر بشكل أساسي على سوريا. وليس هناك أي مسؤول سوري يقول أن تركيا ليس لها أي تأثير على السياسة السورية، لا أبدا، تركيا لاعب أساسي في سوريا، لكنها بدأت مع انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه تفقد أوراق نفوذها في سوريا.
ولكن تبقى عقدة الأكراد يعني. تبقى عقدة الأكراد. أكراد يعني تبقى عارقة هي ما بين. هو حلم يعني كان موضوع حلب إقامة هذه المنطقة هناك. يعني شوف في مشروع كان ورد في وثيقة الدوحة. هو وثيقة مسربة. إذا سمحت لي أنا أريد أن أقرأ بعض بنودها وترى كم ما هو كان الذي يخطط لسوريا وتحديدا لهذا الموضوع. ورد في وثيقة الدوحة وهي مسربة وشاهد واضح على ما كان يخطط لسوريا. في 13 بند سأقرأ الأهم منها. أولا يراد تخفيض عدد أفراد الجيش العربي السوري إلى 50,000 جندي. يعني عمليا سوريا بكل هذه المساحة لا تملك جيش قادر على حمايتها. اثنين، لا يمكن لسوريا أن تطالب بحقها بالسيادة على مناطق على الجولان إلا بالطرق السياسية. يعني بدها تروح تقدم إلى مجلس الأمن طلب بأنه أنا عندي الجولان بدي وأنت تعلم وكلنا نعلم يضيع في أدراج الطويلات. طبعا على سوريا أن تتخلص من كل أسلحتها الكيميائية وغيرها على الأراضي الأردنية تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أمريكا ترسخ نفسها شرطي على هذا العالم وقائد على هذا العالم، وهذه نقطة إن شاء الله نعود إليها في خلال الحديث. لماذا أمريكا تسعى دائما أن تكون هي القائد الأساسي في هذا العالم ولا تريد لروسيا أن تكون شريكا لها في القرار الدولي؟ لكن سوريا رسخت روسيا شريكا بالقوة لأمريكا في قيادة العالم، وإن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع. إلغاء كل المطالبة بالسيادة الوطنية على لواء إسكندرون، هذا من ضمن بنود الدوحة، أن تلغى كل مطالبة سورية بالسيادة على لواء الإسكندرون، والتنازل لتركيا عن بعض القرى الحدودية التي يقطنها. هذا سؤال حضرتك، التركمان في محافظتي حلب وإدلب، سلمونا الأكراد، سلمونا حزب العمال الكردستاني، انتهينا. إبعاد كل أعضاء حزب العمال الكردستاني وتسليم المطلوبين منهم إلى تركيا، هي وثيقة وردت في اتفاق الدوحة. إلغاء كل المعاهدات والاتفاقيات الموقعة مع روسيا والصين في مجال التنقيب والتسليح، لحتى تبقى الشركات الأمريكية هي الشركات المهيمنة على سوق التسليح في هذه المنطقة، وبالتالي تنتهي دور روسيا والصين في هذا المنطقة. السماح هون لب الحرب، السماح بمد أنبوب لنقل الغاز القطري باتجاه تركيا وثم أوروبا عبر الأراضي السورية. وأنت تعلم أنه اجتماع الشيخ حمد مع الرئيس الأسد منذ بدايات الأزمة وحتى يبيع له هذا الأنبوب، أنبوب الغاز، ورفض الرئيس الأسد بهذا الإطار هذا الموضوع، أيضا مما سبب أزمة بين قطر وغيره. السماح بمرور القنوات المائية من سد أتاتورك إلى إسرائيل عبر الأراضي السورية. الهم الأساسي أن يحولوا مسار القيادة السورية، أن يحولوا مسار سوريا من سوريا المقاومة الممانعة التي تقف حجر عسرة بوجه مشاريع إسرائيل وأمريكا إلى سوريا المستسلمة المنهزمة التي لا حول لها ولا قوة. أعطيك شاهد بسيط، أنه في معارضين سوريين طلعوا يمكن من كم يوم على شاشات التلفزي يعلنون أنه إذا سقطت سوريا ماذا سيفعلون؟ شو بدهم يعملوا؟ نحن سنوقع سلام مع إسرائيل. طلعوا حطوهم وعرضوهم على شاشات التلفزيون، بدهم يعملوا سلام مع إسرائيل، ليس هناك أي عداء مع إسرائيل، إلغاء كل شيء مع روسيا والصين، إيقاف العلاقات مع حزب الله، وأن تتحول سوريا امتدادا لإسرائيل. هذا هم قالوه، هذا مش هم قالوه يعني بمعنى هم عم يفكروا فيه، لا، هذا مشروع متكامل بدأ بالدوحة، بدأ بمكان ما ويجند له كل هذه الأمور. قطع العلاقات مع حزب الله والحركات المقاومة، لا، لأنه ما في حدا بقى بالعالم العربي، هذا العرب اللي شايفه هذا الخليج مين بعده عم بيقاتل إسرائيل؟ مين بعده حامل قضية فلسطين؟ ثلاث أرباع الدول العربية طبعت علاقاتها مع إسرائيل، واليوم تتسابق أكثر فأكثر من
يصافح إسرائيل ومن يقيم العلاقات. يعني بعض العرب يقولون أنه من سنة 48 حتى اليوم لم نحقق شيء على المستوى العسكري، أقل على المستوى السياسي. يعني ممكن بالسياسة، يعني ممكن بالسياسة، يعني ممكن أعطاء فرصة للعمل السياسي على الأقل، يعني فسحة ربما. أستاذ فادي، كل الحديث حاليا يدور عن المواجهة العسكرية، هل هذا يعني أن خيار الحل السلمي سقط في سوريا وبالتالي الرهان سيبقى فقط على الحسم العسكري؟ منذ بداية الحرب كان لي عدة لقاءات تلفزيونية وكان نسأل هذا السؤال، من هو أولى، التسوية السياسية أم التسوية العسكرية أم الحسم العسكري؟ كنت دائما أقول الحسم العسكري هو الذي يجلب التسوية السياسية، واليوم أقول لك بعد 6 سنوات على هذه الحرب الحسم العسكري هو الذي يجلب التسوية السياسية. يعني يمكن بعد وبدليل هيدي جنيف بكل أرقامها 1 و2 و3 و4 مش لوين بيوصلوا، وموسكو معهم كمان 1 و2، هل استطاعوا أن يقدموا شيء لسوريا؟ لا طبعا. هل استطاعوا أن يحلوا شيء في سوريا؟ لا، دائما إفشال. اجتمعوا المعارضة مع الحكومة السورية وتقاتلوا، خلصت التسوية دائما. هو المفاوضات بين كيري وبين لافروف ما عم تنتهي على خير، بدهم يعملوا مؤتمر تسوية سياسية. لا شك أنه بالآخر سوريا سيكون تحت مجهر التسوية السياسية، ما في مناص من هذا الموضوع، سوريا ستكون تحت التسوية السياسية. لكن الحسم العسكري هو الذي يعطي الأوراق الرابحة في التسوية السياسية. أنت بتكسب معركة بسوريا لما بتروح بتفاوض، بتروح بتفاوض وأنت قوي. لما بتخسر معركة في سوريا وبتروح بدك تفاوض أنت مضطر للتنازل، أنت لم تعد قوي. ولكن في التسويات يعني لا يجب أن يكون هناك خاسر. دائما هناك رابح، دائما هناك رابح، بس هذا على المستوى من يحقق الداخلي. مصالح أكثر من يحقق، هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الإقليمي أو العربي حتى يعني هناك علاقات إلا نقول يعني غير جيدة، سيئة مع العديد من العواصم العربية، بين دمشق والعواصم العربية، وبالتالي هذه العواصم تلعب دور أساسي أكان في صفوف المعارضة السورية أو في المشهد السوري عموما، يعني لن تخرج خاسرة من هذه المعركة، وبالتالي قد تؤدي إلى يعني أن تطول عمر المعركة في سوريا. هلأ إطالة عمر الحرب في سوريا هو أمر يراد له من قبل أمريكا. إذا أردت أن تتحدث عن صاحب قرار فتحدث عن أمريكا. العرب لا قرار لهم ولا حول لهم ولا قوة لهم. يعني لما بتقول لي العرب أنه والله قاطعوا سوريا، ليش هم قاطعوا بإرادتهم يعني؟ ليش هم قاطعوا بإرادتهم؟ إذا ما إجا القرار الأمريكي الصارم والحازم والملزم أنه يقطعوا العلاقات، يقطعوا العلاقات. عن أي عرب نتحدث؟ عن أي عرب؟ هل العرب الذين رضوا بمشروع تقسيم الشرق الأوسط؟ هل العرب الذين كانوا يعني يرضون أن يتآمروا مع إسرائيل لأجل سحق المقاومة العربية الوحيدة التي بقي بوجه إسرائيل لنصرة القضية الفلسطينية؟ عن أي عرب نتحدث؟ عن العرب الذين سلموا كل مقدراتهم النفطية والمعدنية لأمريكا؟ عن أي عرب نتحدث الذين سلموا قياداتهم وحكم وزمام حكمهم إلى أمريكا؟ هي السعودية وهي قطر وهي كل الدول العربية الخليجية، ماذا فعلوا؟ حاليا الولايات المتحدة الأمريكية أمام إدارة جديدة، يعني بعد تنصيب دونالد ترامب في البيت الأبيض، هل تعتقدون أن يعني السياسة الأمريكية مع العالم العربي ستتغير؟ يعني سير حديث كثير أن الرجل يحمل خطط جديدة. يعني هلا انا قد اكون عندي 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 راي مختلف في هذا الموضوع. انا من اصحاب نظريه هذا الزمن هو زمن روسيا. انا من اصحاب هذه النظريه، وقد كتبت مقالا في هذا الموضوع تحت عنوان انه زمن روسيا. روسيا في هذا الزمن اصبحت لاعبا اساسيا، لا بل اللاعب الاساسي مع قل التعريف، والاقوى في هذا العالم وفي خيارات هذا العالم. ولكن دون أن ننسى، ليس لوحدها طبعا، دون أن ننسى حاجتها المشتركة إلى أمريكا. حتى نكون منصفين، ترامب جاء وهو يميل في سياسته نحو العلاقة مع روسيا، وهذا يعطي أملا ما أن ربما يكون هناك تغيرا في السياسة الأمريكية. لكن
من يراجع السياسة الأمريكية الخارجية، يعني من يتفحص، من يتحكم في هذه السياسة الخارجية، نجد أن اللوبي الصهيوني أو الحقيبة السوداء هي التي تتحكم في سياسة أمريكا الخارجية. ربما بالداخل يقوم بتغييرات، ربما يلقي تصريحا هنا أو تصريحا هناك، لكن في الحقيقة من يرسم هذه السياسة الأمريكية الخارجية؟ إنه اللوبي الصهيوني. وإذا كان اللوبي الصهيوني هو الذي يرسم السياسة، فلا أعتقد أن هناك يعني إحنا ما بدنا نتفائل كثير إنه والله ترامب جاي هلا يحرر سوريا من الإرهابيين، أو جاي ترامب هلا يغير سياسة، يعني يوقف العداء الإسرائيلي على العرب. لا، ما حيعمل هيك. ربما هو يميل إلى إقامة علاقة جيدة مع روسيا، هذا بحد ذاته سيكون له مفاعيل متغيرة. هي هذه العلاقة الجيدة يعني بحاجة إلى ترميم العلاقة السابقة. صح. هناك ملفات معقدة جدا بينهما، أوكرانيا. الملف الأوكراني، الدرع الصاروخية، سوريا، اليمن، يعني أمور كثيرة. انتصار روسيا في سوريا سيرسخها قوة إقليمية دولية تفرض نفسها في الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة العالم، وبالتالي ملف أوكرانيا والملفات الدرع الصاروخية وغيرها سيكون عقد محلولة مفكوكة نهائيا. والروس، يعني أنا أنصح العالم لا أحد يجرب روسيا في هذا الموضوع. جربوهم في جزيرة القرم، في 24 ساعة كان الجيش الروسي في جزيرة القرم، وفي نهاية الشهر كانوا يستلمون رواتبهم من جزيرة القرم. الروسي ما حدا يجربه بهذا الموضوع، ما حدا يمس بقوميته. أمريكا أصبحت أعجز من أن تمس بقومية روسيا وسيادة روسيا ووطنية روسيا وقوة روسيا. روسيا بوتين غير روسيا الاتحاد السوفيتي التي كانت موجودة في السابق. طيب ماذا عن مواقف الدول الأوروبية الغربية، يعني دول وازنة مثل فرنسا، ألمانيا وغيرها، يستمرون في العقوبات حتى اليوم؟ هؤلاء كانوا وازنين في السياسة الدولية. كانت فرنسا وازنة، كانت ألمانيا وازنة في السياسة. اليوم الدولة الوازنة الوحيدة في العالم هي أمريكا، هي التي تفرض على الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات أو لا يفرض عقوبات. مين؟ فرنسا؟ هل فرنسا تملك خيارا أمام أمريكا؟ هل ألمانيا تملك خيارات أمام أمريكا؟ فرنسا كانت أكثر أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني، وعندما وافقت أمريكا على الاتفاق النووي الإيراني كانت أول الموقعين وأول المستثمرين في إيران. اذهب إلى إيران وشوف الشركات الفرنسية التي تطمح للعمل في إيران. مين؟ لا أعتقد أنه كل ما يحصل، هذا كل هذا التهويل الذي يحصل، العقوبات، رفع القيود عن توريد الأسلحة إلى الإرهابيين، كل هذا الذي يحصل هو تهويل ورد فعل أمريكي على انتصار الجيش العربي السوري وحلفائه في حلب. يعني مع وصول ترامب حاليا وفي حال تم تغيير النهج في السياسة الأمريكية، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى أزمة مع أوروبا الغربية؟ لا أعتقد أنه تؤدي إلى أزمة بالمعنى الأزمة، يعني ربما تؤدي إلى انتكاسة، لكن يعني لا، سرعان ما تتحول إلى، لأنه علاقة أمريكا مع الدول مع أوروبا هي علاقة التابع والمتبوع، ليس علاقة ندية وعلاقة متوازنة، علاقة تابع ومتبوع. هذا دول الاتحاد الأوروبي إذا تريد بمخطط أمريكي صغير وبسيط لا يكون هناك اتحاد أوروبي خالص. طيب وإلى أي مدى سيؤثر ذلك على العلاقة مع روسيا تحديدا، يعني الاستمرار في العقوبات الأوروبية؟ أنا عندي رأي أنه روسيا لن ترضخ لهذه العقوبات. الشعب في روسيا يتألم وجعا من الحالة الاقتصادية. نعم، الشعب الروسي يتألم وجعا أمام الحالة الاقتصادية، لكنه يفخر باستعادة مكانة روسيا عالميا. يعني إذا كان أنه أنا بتألم اقتصاديا بس عم بسترد كرامتي وعزتي ومكانتي على المستوى الدولي، ما عليه، بضحي بهذا الوجع لاسترد هذه المكانة. وما يفعله بوتين هو لأجل الشعب الروسي ولأجل روسيا، ولذلك ترى أن استطلاعات الرأي في روسيا ترتفع يوما بعد يوم شعبية بوتين فيها.